بعتذر الريكورد قفل غصب عني نكمل. كنا بنتكلم على الراندوم اللوكيشن، وكنا بنقول في الراندوم اللوكيشن انه اللي بيحصل كالاتي: لازم يكون عندنا ايكوال تشانس لكل شخص ان هو يبقى اما كنترول يا اما اكسبيرمنتال. طيب ايه الغرض من ان انا اعمل راندوم اللوكيشن؟ اول حاجه ان انا اتجنب ان يحصل حاجه اسمها بايس، واتفقنا قبل كده في الريكورد اللي فات او في الشرح اللي فات ان البايس بمنتهى البساطه معناه ان سيادتك ما يحصلش تحيز. يعني ايه تحيز؟ يعني انت سيادتك عايز تنجح التجربه بتاعتك، ما تنقيش الناس المريضه مرض قليل عندها مايل سيمتومز، لان ساعتها الدواء بتاعك هيقدر على المرض ده فيثبت ان الدواء شغال، فده يعتبر تحيز. طيب الحاجه الثانيه او الهدف الثاني ان احنا نعمل حاجه اسمها بالانسد جروب. يعني ايه بقى بالانسد جروب؟ كل الفكره كلها ان البالانسد جروب نفسي كنت بكلمكم عنه من شويه، فكره الايج والجندر والديزيز ستيج اللي كنت بقول لكم عليها من شويه، فهما الاثنين نفس المعنى. بمعنى يعني انا عايز اهدف ان ما يكونش في تحيز، وعايز اهدف ان احنا كلنا يكون عندنا نفس الصفات. طب والله ايش هذا؟ والله نفس المعنى. فده كده الهدف بتاع الايه؟ بتاع النقطتين بتاعنا، او الهدف بتاع الراندوم اللوكيشن. وده برضو مش مهم، حتى البيزك ستيبس مش مهم، الستيجز كانت مهمه جدا. طيب الداتا كولكشن اون سبجكتس، يعني ايه الكلمه ديت؟ يعني ببساطه شديده خالص بيقول لك انت بتجمع الداتا من الناس دي امتى؟ طبعا السبجكت اللي هو العيان هنا. هتجمع منه اول حاجه قبل ما تختاره، اللي هو انت بتختار الخصائص بتاعته. وتجمع منه بعد ما تعمل توزيع عشوائي، تبدا تاخد منه بقى اناليسيس، والله انت خفيت ما خفتش، الدنيا اخبارها ايه. وبعد العلاج برضو بتاخد منه في النهايه برضو انت خفيت ولا ما خفتش. يعني انت بتشتغل معاه على مدار طول ما هو بياخد العلاج، تشوف الدنيا اخبارها ايه، هل في تغيرات معينه ولا لا. وفي الاخر برضو تاخد منه الاوتكم مره ثانيه. طيب ده برضو ملوش قيمه. ماسكينج اور بلايندينج مهمه جدا جدا جدا. الماسكينج او البلايندينج عندنا ثلاث انواع: سنجل، دبل، وتريبل. سنجل بلايندد معناها في واحد بس هو اللي مش شايف. مين بقى اللي مش شايف؟ الشخص نفسه، البيشنت نفسه، الشخص اللي جاي يعمل عليه التجربه، هو الوحيد اللي مش عارف هو اذا كان هو اكسبيرمنتال ولا كنترول، اذا كان هو بيحصل عليه تجربه حقيقيه فعلا ولا بياخد بلاسيبو. طيب امال دبل بلايندد معناها ايه؟ لا هو عارف، يعني البيشنت مش عارف، وانا كشخص براقبه على مدار التجربه مش عارف اذا كان ده اصلا واخد دواء حقيقي ولا بياخد دواء بلاسيبو. طب والتريبل بلايندد؟ العيان نفسه مش عارف، وانا كواحد براقبه طول التجربه مش عارف، وحتى الشخص اللي بياخد مني الداتا ويعمل لي منها تحليل يقعد بقى يجمعها ويقول لي 50% من الناس حصل لهم كذا و70% حصل لهم كذا، اللي هو الاناليست ده برضو مش عارف. طيب يعني ايه كلمه بلاسيبو؟ مهمه جدا. كلمه بلاسيبو ده المفروض ببساطه شديده خالص هي مفيش فيها فارما، هي حاجه ما بتعملش حاجه، نو افكت، هاف نو افكت، ولكن ليها نفس الشكل بتاع الدواء. هل طبيعي او ايثكس ان انا ادي البلاسيبو لشخص المفروض ان هو عنده مرض حقيقي وتعبانه بيموت؟ ده نونت ايثكس. طيب شكرا. تعالوا نتكلم على ايه هي مميزات وعيوب الار سي تي، لا راندومايزد كلينيكال ترايلز. والله المميزات بمنتهى البساطه هي بنفس فكره مميزات الراندومايزيشن. سيبك من فكره كلينيكال ترايلز، احنا بنتكلم على كلمه راندوم، يعني كلمه ان انا بوزع بعشوائيه. ده مميزاتها ايه؟ اول حاجه طبعا الناس هتبقى مقتنعه اكتر ان تجربتك تجربه صح. ليه؟ لان سيادتك وزعتهم بشكل عشوائي. هيكون في عندنا حاجه اسمها ان بايزد اللوكيشن، وزعناهم بشكل عشوائي مفيش فيه تحيز، وده عن طريق الراندومايزيشن. ويكون في عندي ان بايزد اسسمنت، انت بتتابعهم بشكل مفيش فيه تحيز، وده عن طريق البلايندنج. ايه ده؟ هو في فرق ما بين كلمه اللوكيشن واسسمنت؟ طبعا اللوكيشن ده في البدايه خالص وانت بتوزعهم في الاول، وده عن طريق حاجه اسمها راندومايزيشن. اما سيادتك انك تتابعهم وانت مش واخد بالك انت بتتابع مين بالظبط ولا مين ايه، دي اسمها البلايندنج، انت مش شايف. تفرق معايا جدا لو انت سيادتك بتتابعهم وعارف ان فلان هو اللي واخد الدواء الحقيقي وفلان مش واخد الدواء الحقيقي، وانت بتكتب النتيجه اخبارها ايه، هتكتب ان هي تحفه وزي الفل. لكن تخيل سيادتك مش عارف ده خد البلاسيبو ولا خد الدواء الحقيقي، لو كتبت ان النتيجه زي الفل وده واخد البلاسيبو اصلا، تجربتك هتبوظ. فمن الاخر بيبقى في حاجه كده اللي هو ايه، من الاخر مور ساينتيفيكالي فاليد، الناس فعلا بتقتنع ان التجربه بتاعتك ديت صح. الديس ادفانتج، ليه كل حاجه حلوه عمرها قصير؟ وليه كل حاجه غاليه ثمنها فيها؟ هي نفس الفكره. اولا احنا بنتكلم دلوقتي على شخص هيوزع بشكل عشوائي ويتابع الناس، خلاص اولا هيبقى عندي مشكله في الفلوس، هيبقى حاجه غاليه، هتبقى حاجه بتاخد وقت كتير، منطقي جدا. هفقد ناس لان انا بعمل لهم فولو اب، بفضل اتابعهم فتره فبفقد ناس. لازم يكون معايا حاجه اسمها لارج سامبل سايز، عشان انا قلت لسه من ثانيتين انا هفقد ناس اثناء الفولو اب، ناس هتموت مثلا مني في النص او هتقول لك ما عندناش عايزين نكمل، وبالتالي لازم ابدا بمجموعه عدد كبير عشان خاطر لما افقد ناس. وفي الاخر في عندنا ايثكس زي ما اتفقنا، لو شخص عيان وانت بتديله بلاسيبو، فلو العيان ده بيموت وانت بتديله بلاسيبو فده مش ايثكس، فبالتالي في ناس بترفض الار سي تي عشان كده.
كده احنا خلصنا الاكسبيرمنتال والاوبزرفيشنال. هنتكلم دلوقتي عن حاجه اسمها السكريننج. السكريننج بمنتهى البساطه احنا كنا بنتكلم احنا في ايام النظري ان المفروض دلوقتي انا دكتور كوميونيتي انا مش هعمل انفستيجيشن لواحد هيجي لي عياده. انا بنزل بنفسي للناس في الشارع وعايز اعمل لهم تحليل، بس التحليل ده يكون رخيص وما يكونش حتى كونفيرماتري، بس يكون الى حد ما سجستيف، يعني هيقول لي انه على فكره خلي بالك الشخص ده احتمال يكون عنده دايبيتس، وفي نفس الوقت يكون بينفي، يعني لو قال لي ده ما عندوش دايبيتس يبقى ده ما عندوش دايبيتس، لكن لو قال لي انه عنده دايبيتس ممكن او ممكن لا، ساعتها هم يحولوا العياده يعمل بقى ساعتها انفستيجيشن. التجربه ديت او مش التجربه، خلينا نقول الحاجه اللي انا بستخدمها عشان خاطر يعني الى حد ما تخليني سجست ان الشخص ده ممكن يكون عنده عيان اسمها السكريننج. عنده عيان ايه؟ عنده مرض، سوري، اسمها السكريننج. وبناء عليه السكريننج هو ايه؟ هو انفستيجيشن بيحصل للناس السليمه اللي ما كانتش عارفه اصلا هي إيه عندها مرض، فده بيحصل زي ما قلنا في الشارع. ميزه السكريننج كتير وهنتكلم عنها بعد سنتين بالظبط، بس خلينا نقول حاجه برده صغيره كده اسمها السكريننج تيست ومقارنتها بحاجه اسمها الريفرنس تيست. بصوا بقى، السكريننج تيست هو اللي احنا بنتكلم عليه من ساعتها، عدد كبير من الناس ما عندهمش اصلا مرض، انا بس كل اللي بيخليني اعمل السكريننج تيست ان انا القط الناس اللي ممكن يكون عندها المرض وبعد كده ايه اعمل لهم حاجه اسمها ديتيلد انفستيجيشن. امال الريفرنس تيست ده اللي هو ايه بقى؟ ده اللي هو الدياجنوز الطبيعي بتاعنا اللي بيتعمل في العياده. خلاص، طيب تعال نتكلم بقى عن زي ما كنت بقول لكم دلوقتي حالا مميزات وعيوب سكريننج ودياجنوستيك. والله السكريننج رخيصه، نقدر نعملها على الناس السليمه عادي والناس المريضه، بنحب نعملها على ناس كتيره وبنعملها على جروبس، مش على شخص واحد بيخش العياده، لا بنعملها مثلا على 200 300 واحد في مدرسه، 1000 2000 واحد في جامعه. طيب في نفس الوقت ليها عيوب، رقم واحد ان هي الاس اكيوريت، احنا اتفقنا هي مش هتقول لك 100% ده عنده دايبيتس، هي بس بتقول لك ده احتمال يكون عنده دايبيتس وما ينفعش سيادتك تعالج بناء عليها، لازم تعمل في الاخر دايجنوستيك تيست او ما بين قوسين ريفرنس تيست. طيب الدايجنوستيك تيست عيوبه ومميزاته، مميزاته ان ده حاجه اكيوريت، ولكن عيوبه ان هو غالي، بيتعمل على شخص بشخص، تمام، وما ينفعش طبعا تعمل على الناس السليمه، ده بيتعمل على الناس العيان اللي بيجي لك العياده تقول لك اي انا بطني وجعاني. طيب ده بالنسبه للسكريننج والدايجنوستيك، ومتهيئ لي الفروقات لو انت فاهم معنى كلمه سكريننج ودايجنوستيك مش محتاج تحفظهم، المره الثانيه احنا ام سي كيو. طيب نيتشر اوف سكريننج تيست، طبيعه السكريننج تيست. السكريننج تيست ممكن يبقى حاجه اسمها كلينيكال ستيب، ممكن يبقى لابوراتوري تيست، وممكن يبقى اذر انفستيجيشن، واحده واحده. ممكن يبقى كلينيكال ستيب زي ايه؟ مشهوره جدا في البريست كانسر انه المفروض ان هو كان بيتنزل في التوعيات بتاعتها ينزلوا كده بروشور كده او صفحه كده موجود فيها فيميل، وبتحاول انها تعمل زي مساجين كده للبريست لحد ما بتلاقي ايه كتله، فتعرف ان هي كده ممكن يكون عندها بعد الشر عينها جميعا بريست كانسر، فتقوم رايحه تكشف، فده الكلينيكال ستيب. طب لابوراتوري تيست زي اللي كان بيحصل في الدايبيتس، سكر عشوائي سيادتك بتعمله مره واحده كده وانت واقف وتشوف الدنيا ماشيه ازاي، بس ده مش اكيد 100% ان انت عندك دايبيتس. طيب اذر انفستيجيشن برضه للبريست كانسر مره ثانيه، الماموجرام. الماموجرام او الماموجرافي ده بيتعمل للبريست كانسر، وكان بيجي كل فتره كده في الجامعه يعملوا حمله تمام للبريست كانسر ويجيبوه ويعملوا كشف على الناس ببلاش فيه. طيب التايبس اوف سكريننج بقى، في عندنا ماس لكل الناس، وفي عندنا هاي ريسك للهاي ريسك، وفي عندنا مالتي فيز. طيب الماس لكل الناس ده فعلا بيتعمل لكل الانديفيدجوالز، مفيش فيه حاجه مميزه، عادي خالص، زي مثلا العيال الصغيره اول ما تتولد بنعمل لها سكريننج عشان نبقى خايفين من الهايبوثايرويدزم، خلاص. الامثله زي ما قلت قبل كده في الراوند مهمه ان احنا حتى نقراها مره واحده لان بتيجي في الامتحان بنفس المثال. طيب الهاي ريسك ده احنا سيادتك مثلا نفس برضو الفكره البريست كانسر، لو انت مامتك او جدتك عندها بريست كانسر فانت بتخافي على نفسك فانت تعتبري هاي ريسك، فبنعمل لك سكريننج انت بس، مش بنعمل سكريننج لكل البنات مصر، لا للبنات اللي عندهم فاميلي هيستوري، فده يبقى اسمه هاي ريسك سكريننج. مالتي فيز سكريننج بقى ده اللي بعمل سكريننج لسيادتك او لسيادتك وبدور على اكتر من مرض، مش مرض واحد بس، مش زي مثلا بدور على البريست كانسر، لا انا بدور على اكتر من مرض في نفس الوقت. طيب تعالوا نتكلم على امثلته. امثلته متجمعه في كلمه سبب، يعني بعمل لك سكريننج بسبب ومن غير سبب، فمتجمعه في كلمه سبب. اول حاجه حرف سين اللي هي السكول، سيادتك وانت داخل المدرسه طبيعي جدا بنعمل لك اكزامينيشن، تشوف كده عندك ايه وما عندكش ايه عشان ما تجيش تقول لي ان المدرسه هي اللي جابت لك حاجه. كمان غير السكول في عندك سيادتك وانت رايح تشتغل اسمها بري امبلويمنت او داخل تتوظف، فسيادتك برضو بيتعمل لك عشان نشوف الدنيا ماشيه ازاي. بايوكيميكال بروفايل، سيادتك وانت داخل تتحجز عندنا في المستشفى المفروض قبل ما بنعمل لك اي حاجه ونبدا نشتغل معاك بنعمل لك كده شويه ايه سكريننج تيستات كده خفيفه كده سريعه نطمن بس ان كل حاجه تمام. وفي البريجننت كمان بيتعمل في الانتي نيتال سكريننج. يعني ايه كلمه انتي نيتال؟ دي زي ما اتفقنا قبل كده تتاخد بالتفصيل ان شاء الله قدام. انتي نيتال معناها قبل الحمل، دي المفروض بتبقى رعايه معينه بتتعمل في مستشفيات معينه. طيب ما هي
مستلزمات ان يحصل سكريننج. والله بصوا، في عندنا اول حاجة يكون في مرض، وبعد كده يكون في عندنا طبعا الشخص اللي انا هعمل عليه السكريننج تيست اللي هم البوبوليشن، وفي الاخر لازم يكون في سكريننج تيست نفسه. هنتكلم عن صفات كل واحد فيهم عشان خاطر نعمل سكريننج تيست زي الفل. اول حاجة البوبوليشن، والله يفضل ان البوبوليشن يكون عندهم يعني مبدئيا يا اما عندهم هاي ريسك، فانت تنقي كل اللي عندهم هاي ريسك وتعملهم سكريننج، ما تنقيش مثلا ناس على كيفك، يا اما سيادتك هتشتغل بفكره الماس لكل الناس، وده على فكره يعني ما بيشتغلش قوي هنا في مصر، فتنقي كل الناس تعمله. المهم في الاخر ان البوبوليشن يكونوا ات ريسك عشان لو جات لك في الام سي كيو. طيب ادي نقطه. طب لما نيجي نتكلم عن المرض نفسه، لازم المرض نفسه يكون عامل مشكله للمجتمع. ما تجيش سيادتك تجيب دور البرد وتقول لي هعمل سكريننج تيست لدور البرد، كسبت انا كده ايه؟ ده دور البرد بيجي اصلا 4 ايام ويمشي. على ما سيادتك تجيب المجتمع وتعرف انه عنده سكرين، عنده دور برد، كسبتش انا حاجه، ما اذاش المجتمع في حاجه. امال مثلا ايه اللي انا محتاج اعمله؟ الكورونا. طيب ده رقم واحد. رقم اتنين، يكون عندنا حاجه اسمها ناتشرال هيستوري معروفه عن المرض. لا مش فاهم يعني ايه. يعني المفروض دلوقتي سيادتك عارف ان المرض ده هيعمل كومبليكيشن، هيعمل خطر مش هينفع نرجع تاني فيه خطوه لورا، هيبوظ لك جسمك يوم الاربعاء، تقوم سيادتك تبحث عنه يوم الاحد. او سيادتك تكون عارف ان افضل وقت هيبان بالسكريننج تيست الفلاني المرض الفلاني في الوقت الفلاني. طب فرض انا ما اعرفش حاجه عن المرض، طب انا هعمله سكريننج تيست امتى؟ ما انا ما اعرفش بيجي امتى، ما اعرفش بيجي ازاي، ما اعرفش السيمتومز بتاعته ايه. فهمنا الفكره؟ طيب في نقطه كمان مهمه تانية، لو انا عارف المرض فانا عارف لو انا عملت سكريننج تيست وعرفت قبل ما المرض يظهر عليك هعرف اتدخل ولا لا. طب ما فرضا ما فيش فايده من التدخل بتاعي اصلا، هو كده كده طب ما جه الشخص هيموته، طب انا كسبت ايه؟ عامل سكريننج تيست ليه؟ يعني ايه اهميه ان انا اقول لك صباح الفل يا حاج انت هتموت وقلت لك قبلها بيومين عشان عملت لك سكريننج تيست؟ طب وكسبت انا كده ايه؟ طب في علاج يا ابني؟ لا. طيب نكمل نفس الفكره. لو المرض ده اللي احنا هنعمله سكريننج تيست عنده حاجه اسمها ايرلي اسيمتوماتيك ستيج، ده يتعمل له سكريننج ليه؟ هيبقى في فتره كده ما فيش فيها سيمتومز كده ظاهره، هوب اقوم داخل بالسكريننج القط المرض، او ان انا ينفع القط المرض قبل ما تظهر اعراضه، او ان انا دلوقتي الشخص اللي ات ريسك انديفيديوال يعني الناس اللي هم لسه ما جالهمش اصلا مرض بس احنا عارفين ان هم ممكن يجيلهم المرض ينفع اعرفهم. يبقى هي اللعبه دي رقم 3 و4 و5 بتتكلم عن السيمتومز، يا اما في عندنا مرحله اسمها اسيمتوماتيك القطه فيها، يا اما ممكن القطه قبل ما تظهر عليه اعراض، يا اما القطه قبل ما يجيله المرض اصلا هو ريسك فاكتور، هو قصدي ريسك انديفيديوال. طيب نقطه رقم 6 بقى ونقطه رقم 7 منطقيين جدا. يعني مبدئيا ايه اهميه نفس الفكره تاني، ايه اهميه انك تقول ان انا عندي كانسر بس ما فيش حاجه تعالجني؟ يبقى انت عرفتني عندي كانسر بس ما اتعالجتش، يبقى ما فيش اهميه ان انا اعمل سكريننج تيست. نقطه رقم 7، لازم يكون في عندنا يعني في سياسه معينه دلوقتي الشخص الفلاني اللي اكتشفت ان هو عنده المرض ان انا هعالجه. يعني ما ينفعش تيجي سيادتك تقول لي انه احنا عندنا سياسه تمنع ان احنا نعالج الناس اللي عندها كورونا، بس الف مبروك انت عندك كورونا. طب وبعدين؟ لازم يكون عندك افكتيف تريتمنت. تفرق ايه النقطه رقم 8 عن النقطه رقم 6؟ النقطه رقم 6 بقول لك ان يكون عندك منشآت تقدم الخدمه العلاجيه، النقطه رقم 8 يكون عندك الخدمه العلاجيه اصلا. النقطه رقم 9 بنتكلم عن يعني يكون في بينيفيتس تكون اكتر من المخاطر. عارفين كلمه كوست بينيفيت؟ يعني من الاخر انا هدفع قد ايه عشان الحوار ده كله. ما انت ما تجيش سيادتي تقول لك ان واحد هيبقى عنده دور برد فانا هعرفه ان عنده دور برد قبل دور برد بيومين، بس لما هعالجه العلاج وان انا اعرف بدري هيكلفني 2 مليون جنيه. بلاها سوس، ده دور برد 4 ايام، بلاها سوس خالص، مش محتاجينها في حاجه. طيب نيجي لاخر حاجه نتكلم عن السكريننج تيست. من السكريننج تيست؟ بمنتهى البساطه السكريننج تيست سيادتك عايز تقول لي ان لازم يكون له صفات معينه عشان خاطر نعمله، خصائص تخليه كويس. اول حاجه لازم يكون valid ما بين قوسين accurate، يعني لازم يكون السكريننج تيست ده صحيح، هو مش هيبقى كونفيرماتوري، بس معلش ما تجيبليش تيست بايظ اعمله مره الواحد عنده دور برد يقول لي عنده دور برد، اعمله مره الواحد ما عندوش دور برد يقول لي ما عندوش دور برد، عنده دور برد وخلاص وكده نفضل كده مره مره لا. لازم يكون تيست بيختبر، يعني لازم يكون في نتيجه فعلا صح وغلط مع هامش للاخطاء، ما فيش مشكله لان هو مش كونفيرماتوري. لازم يكون حاجه اسمها ريلايبل. ريلايبل دي معناها ايه؟ ان هو بيديني نفس النتيجه في نفس الكونديشن. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ما ينفعش اجيب عمرو واقوم عامل عليه تيست وهو عنده دور برد يطلع ان هو عنده، وبعدها بخمس دقايق اروح اعمل لعمرو نفسه تاني التست يطلع ان هو ما عندوش دور برد مع ان هو عنده، ما احنا لسه عارفين ان هو عنده من سنتين. فبالتالي لازم يكون بيديني نفس النتيجه، يعني اول نقطتين يديك نتيجه دقيقه ويديك نفس النتيجه كل مره.
لازم طبعا يكون رخيص وينفع يطبق ناس كتيره وسهل، لازم يكون سيف. الحاجات دي منطقيه يعني، انت قاعد في الام سي كيو لما تلاقي مثلا بيقول لك شيب وايزي، طيب شكرا، لازم يكون سيف، ما احنا عارفين الكلام ده كله. طيب لما اجي اقول لك ان هو لازم يكون اوبجكتيف راذر ذان سبجكتيف، لا نقف هنا وقفه. يعني ايه بقى اوبجكتيف اكتر من سبجكتيف؟ بالترجمه العربيه بتاعتنا اوبجكتيف معناها موضوعي، انما سبجكتيف معناها شخصي، ومتهيألي ممكن تكون فهمتوها من مجرد بس الترجمه. كلمه اوبجكتيف معناها ان الحاجه تكون مبنيه على فاكتس، يعني اه ده عنده المرض او ما عندهوش المرض. انما سبجكتيف بقى، والله اصلا انا حاسس ان هو ما عندهوش المرض، مفيش حاجه اسمها كده، لازم الموضوع يكون مبني على فاكتس كلنا مسلمين بيها، مش فاكت سيادتك بس اللي عاملها مع نفسك. مفيش حاجه اسمها احساس، مفيش حاجه اسمها فيلينجز، في حاجه اسمها ارقام مثبته. طيب وفي الاخر لازم يكون اكسبتد باي ذا بوبيوليشن، يعني ما تجيش سيادتك تقوم قايل لي انه انا هعمل اختبار معين، الاختبار ده عباره ان انا احط مثلا سيخ حديد مولع فيه بنار واحطه في عين الواحد واتاكد من الاختبار ده اذا كان الاختبار ده الواد بيشوف ولا ما بيشوفش. انت هتوافقوا عليه كمجتمع؟ مش هنوافق، خلاص يبقى بالتالي هيبقى مرفوض. فبالتالي سكرينينج تيست لازم يكون فاليد وريلابل، لازم تكون نتيجه زي ما قلنا واحده ومفقود الى حد ما النتيجه احنا عارفينها واثقين فيها وتكون صح. لازم يكون طبعا بقى الحاجات اللي احنا العبيطه اللي احنا عارفينها اللي هو شيب او سوري شيب وشيب وسيف والكلام العبيط ده كله. واخر نقطتين هم المهمين اوبجكتيف راذر ذان سبجكتيف، وركزوا في دي شويه عشان بتلخبطوا فيها قوي. طيب بعد كده في عندنا حاجه اسمها الفاليديتي. فاليديتي اسمها الاكيوريسي اوف تيست، يعني ايه؟ يعني الاختبار ده دقيق ولا لا؟ من الاخر كده انا عايز اشوف الاختبار ده دقيق لحد فين، دي اسمها الفاليديتي. يبقى الفاليديتي تعريفها مهم عشان الام سي كيو، هي الاكستنت لحد فين، يعني الاكستنت تو ويتش ا تيست ميجر وات ات ايمز تو ميجر، يعني من الاخر انا بستخدمه عشان اقيس حاجه معينه، فهو الى اي مدى نجح ان هو يقيس الحاجه المطلوب منه يقيسها. شكرا. من الاخر برضو اعمل لكم تعريف تاني ليها، الكاباسيتي اوف تيست تو جيف ترو ريزلت، انه يديك نتيجه صح. طيب اتفقنا قبل كده ان عندنا في لسه هنقولها لاول مره، وات السنسيتيفيتي والسبيسيفيستي، دول مكونين كده مهمين جدا برضو كام سي كيو، وده اخر جدول هنقوله 2 في 2. احنا قلنا قبل كده جدولين 2 في 2، واحد للكوهورت وواحد للكيس كنترول. هنا برضو اخر جدول 2 في 2 هنقيس بيه حاجه اسمها السنسيتيفيتي والسبيسيفيستي. طيب السنسيتيفيتي الاول معناها ايه؟ معناها قدره الاختبار ان هو يقول لي على الناس اللي عندها المرض ان هي عندها المرض، ده سنسيتيفيتي. طيب سبيسيفيستي قدرته ان هو يقول لي على الناس اللي ما عندهاش المرض ان ما عندهاش المرض. بالراحه بقى، طيب يبقى سنسيتيفيتي يقول لي على الناس اللي عندها المرض ان هي عندها المرض. وخلي بالكم من حاجه، سنسيتيفيتي حرف الان بتاعها يعرفك ان هو بيدينا حاجه اسمها فيو فولس نيجاتيف ريزلت، لكن بيديني بوزيتيف ريزلتس كتيره. ما هو ده الطبيعي، هو عايز يقول لي دلوقتي ان الناس ديت عيانه عشان اقول لك انا بعمل اختبار بيثبت ان الناس عندها كورونا، فطبيعي ان الاختبار ده هيقول لي انه في نتائج كتيره جدا بوزيتيف ويطلع شويه نتائج غلط نيجاتيف. حطه في دماغكم دي، سنسيتيفيتي حرف الان حتى حشوها، حرف الان بتاع سنسيتيفيتي يبقى فيو نيجاتيف ريزلت، انما السبيسيفيستي حرف البي فيو فولس بوزيتيف ريزلت. طيب يعني ايه كلمه فيو فولس نيجاتيف وفيو فولس بوزيتيف؟ فولس نيجاتيف المفروض النيجاتيف الطبيعيه من غير كلمه فولس، نيجاتيف طبيعيه او ترو نيجاتيف، دي معناها ان انت شخص ما عندكش المرض والتيست طلع ان انت ما عندكش المرض. انما فولس نيجاتيف التيست طلع ان انت ما عندكش المرض الا ان انت عندك المرض. طيب تعال نتكلم بقى عن الجدول بتاع 2 في 2 ده عشان نفهمه شويه. هو بنفس التقسيمه برضو حرف زد اي بي سي دي، مفيش فيه اي اختلاف خالص. على الشمال بنحط التستات اللي هو سيادتك اكسبوزد او لا، وبنحط فوق الشخص اللي عنده المرض واللي ما عندوش المرض اللي هو الكيس جروب والكنترول جروب، نفس الكلام بالظبط وتوتال على الاطراف، مفيش فيها جديد. انما بقى الجديد ايه؟ ان احنا هنحسب هنا حاجه اسمها سنسيتيفيتي. احسبها ازاي؟ اجيب الناس اللي هم ترو بوزيتيف من الناس اللي عندها المرض، يعني ناس عندها المرض وهي فعلا عندها المرض، يعني التيست طلع ان هم عندهم مرض طلع ان هو بوزيتيف وهم اوريدي فعلا عندهم المرض، يبقى حرف الايه. طيب على كل الناس اللي عندها المرض، يعني بنجمع مين؟ بنجمع الكيزز. طيب السبيسيفيستي الناس اللي عندهاش المرض اللي هي ترو نيجاتيف ما عندهاش المرض وفعلا التيست طلع ان ما عندهاش المرض وهي فعلا مش مريضه اللي هي حرف الدي اللي هو كنترول جروب ما عندهمش المرض فعلا والتيست لما جينا نبص عليه لقيته بيطلع ايه؟ بيطلع نيجاتيف. وبالتالي دي اللي هو ترو نيجاتيف على كل الناس اللي ما عندهاش المرض اللي هم كل الكنترول اللي هو بي زائد دي. متهيألي واضحه من التعريف، ما تحاولوش تحفظوها كحروف، احفظوها كتعريف. طيب تعالوا بقى كده نتكلم عن حاجه اسمها بريدكتيف فاليوز اوف سكريننج تيست. بريدكتيف فاليو اوف بوزيتيف تيست وبريدكتيف فاليو اوف نيجاتيف تيست. شفتوا التعريف اللي احنا قلناه؟
او قصدي القانون اللي احنا قلناه اللي هو ترو بوزيتيف على كل الناس المريضه ده اللي هو سنسيتيفيتي، وترو نيجاتيف على كل الناس اللي مش مريضه اللي هو السبيسيفيتي. هنا بقى هنعمل يعني قانون مختلف شويه، هنقول هنا حاجه اسمها ترو بوزيتيف على كل الناس البوزيتيف. فترو بوزيتيف هي حرف الايه برضو زي ما احنا، ولكن بدل ما كنت بختار مجموعه الكيسز كلها اي زائد سي، لا ده انا بختار الناس اللي عندها اللي التست طلعهم بوزيتيف سواء كان عندهم مرض او ما عندهمش اللي هو اي زائد بي. ونفس الكلام بريدكتيف اوف نيجاتيف تيست اللي هي ترو نيجاتيف، بدل ما اقول على كل الناس اللي ما عندهاش المرض، لا على كل الناس اللي التست طلعهم نيجاتيف. من الاخر هنا انا عايز احسب هو شغال كويس ولا لا. طب في الاكيرسي اعمل ايه بقى؟ بمنتهى البساطه في الاكيرسي اعمل اي زائد دي واقسمهم على A زائد B زائد C زائد D. من الاخر الوقت ده كله. ودي مش مهمة قوي بصراحة، ما بتجيش. انما بقى المهم عندي قوي انك تبقى عارف التعريف، مهم عندي قوي تبقى عارف القوانين بتاعت السنسيفتي والسبيسيفيستي، ودي مهمة جدا. طيب واحنا شرحنا يعني ايه كلمة فولس بوزيتيف وشرحنا يعني ايه كلمة فولس نيجاتيف. طيب تعالى نتكلم عن حاجة اسمها الريليابيليتي او حاجة اسمها الريبيتابيليتي. دي بمنتهى البساطة، فاكرين لما كنت بقول لكم من خصائص السكريننج تيست ان هو يكون ريليابل، وقلت لكم فكره ان لو جبت عمرو وعمرو عنده دور برد وعملت له التيست فطلع ان هو ما عندوش دور برد، وبعدها بشويه طلع ان هو عنده دور برد رغم ان هو نفس عمرو بنفس دور البرد اللي كان عنده، يبقى كان انت مش بتديني نفس النتيجه كل مره. فكلمه ريليابيليتي او ريبيتابيليتي انا بحسب بقى هل فعلا التيست ده شغال كويس ان هو يديني نفس النتيجه كل مره ولا لا، بس كده. يعني بيدرس حاجه اسمها الاستابيليتي